العامري هنا كان يتدخل في هذه اللحظات الجميلة. وراء هناك التسلل من مصيحان جمال بن راشد بشاوي الغفلي على المركز الثامن والتاسع المراكز صوغان سالم بن مخيط بن راشد المنصوري والمركز العاشر. هناك التدخل الجميل من الجانب الآخر والدخول الرائع والمشاركة الفعالة والجميلة والرائعة والمميزة هناك في المرتبة العاشرة يتواجد غزيل متعب بن راشد بن علي السلعان المري. ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، من غير من بدل من انتقل إلى المركز الأول. هناك ما زال الباز في مقدمته. هذا الشوت الله محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري يبغي يسلم على أهالي الشحانية في هذه الصباحية المميزة والرائعة من عاصمة الميادين. هنا المركز الثاني يتواجد الشمالي على ثاني المراكز فيصل بن مبارك بن فاضل المزروعي، وتدخل ايضا مولع تدخل في هذه اللحظات قال الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت هنا يتواصل على المركز الثاني في هذه اللحظات الجميلة والرائعة. يتراجع هناك الشمالي فيصل بن مبارك بن فاضل المزروعي على المركز الرابع في هذه اللحظات الجميلة. الله تحدي رائع مميز، والتدخل ايضا من بحر عبيد بن مبارك بالحول الحارثي في المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث هناك مع مولع جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، والمركز الرابع هناك مع الشمالي فيصل بن مبارك بن فاضل المزروعي، والمركز الخامس هناك شاهين عوض بن احمد بن سويلم العامري هنا في المركز الخامس وسادس المراكز مع هنا سوقان سالم بن مخيط الراشد المنصور. يالله الله 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 اختلط الحابل بالنابل، ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة. هنا بدأ الغزو في هذه اللحظات والانطلاقات، واقتربنا من لائحة الإعلان، اقتربنا من لائحة الإعلان في عاصمة الميادين. هنا ونقول هنا الكل الاخير، روح يلي تبت روح وقدم يلي تبت قدم. هناك المقدمه مع الباز على المقدمه والصداره محمد بن حمد بن جار الله بن سلمين المري في مقدمتي هذا الشوط. ولكن هنا شاهين يتدخل على ثاني المراكز عوض بن احمد بن سويلم العامري على المرتبه الثانيه، ثالث المراكز مولع جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل نابت على المركز الثالث. ولكن الباز على الصدارة، الباز على المقدمة، على المركز الأول. هناك في مقدمة هذا الشوط أرى اسم جديد تدخل في هذه اللحظات، الحجاز أحمد العوضي بن يحيى المنهالي تدخل في هذه اللحظات وأول ندى له في هذا الشوط. الله المقدمة مع شاهين على المقدمة، على الصدارة، على المركز الأول. عوض بن أحمد بن سويلم العامري على الصدارة والمقدمة. هنا يتسلل في الأمتار الأخيرة، ينطلق بالمركز الأول، ينطلق في المقدمة في الصدارة والمركز الأول. هناك شاهين على المقدمة، والوصول الجميل هناك من مصيحان جمال بن راشد بالشاوي الغفلي على ثاني المراكز. ولكن المقدمة شاهين على الصدارة. تهانينا والناموس إلى أهالي الساد، وتهانينا الملك شاهين عوض بن أحمد بن سويلم العامري المركز الثاني، وصل فيه مصيحان جمال بن راشد الشاوي الغفلي، والمركز الثالث هناك مع مولع جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، والمركز الرابع هناك يتواصل فيه الباز محمد بن حمد جار الله بن سالمين المري، والمركز الخامس الحجاز احمد العوضي بن يحيى المنهالي. اذا شهدنا التحدي وشهدنا شاهين من انطلاقة الفوز والناموس وحقق ناموسي هذا الشوط هناك بقيادة سلام الصومعة. سلام وسلام يا الساد، سلام على هذا الإنجاز الجميل والرائع هنا في عاصمة الميادين ميدان الوتبة. هناك شاهين من حقق ناموسي هذا الشوط. هنا عوض بن أحمد بن سويلم العامري على هذا الإنجاز الجميل. هنا التوقيت الزمني 10 دقائق 3 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس الملك شاهين عوض بن أحمد بن سويلم العامري، والتهاني تنزف إلى أهالي
الساد. المركز الثاني امسحان جمال بن راشد الشاوي الاغفلي، 10 دقائق 4 ثواني 4 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس والمركز الثالث وصل فيه هناك على ثالث المراكز مولع قار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، وتوقيت الزمني 10 دقائق 5 ثواني بالوفاء والتمام والكمال. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا اسعد الله صباحكم، نحييكم من عاصمة